ماذا يعني 14 جانفي 2011 وماذا يمثل لكم؟ يعني إما على الصعيد الشخصي أو 14 جانفي هو يوم مشهود من أيام الله، رأينا فيه كيف أن الدكتاتورية تصاب بالجبن والهلع وتنسحب خاسئة خاسرة، وهذا اليوم الحقيقة يعني تاريخ 14 جانفي يوم غروب المخلوع الطاغية الدكتاتور الذي حكم البلاد يعني بالحديد والنار. الحقيقة يوم لن نستطيع أن ننساه بسهولة، وسيظل يوم تاريخي في تونس، وهو عبرة لمن يعتبر، عبرة لكل الأجيال القادمة، لكل من تسول له نفسه أنه يشتم على صدور شعب لمدة ربع قرن تقريبا ويسوسهم بالفساد ويسوسهم بالمحسوبية ويسوسهم بالترهيب والترغيب، حتى وثم معناها أن يفاجأ العالم بحجم الثروة المنهوبة من هذا الشعب وحجم الفساد الذي كان اتسمت به فترة حكم بن علي. يعني هو يوم للشباب، يوم سيتذكره كما قلت لك الأجيال القادمة. نتمنى على ربي أنه كل من تسول له نفسه بأنه يرجع منظومة الدكتاتورية يتعظ من هذا اليوم ويجعل نصب عينيه، لأنه دوام الحال من المحال، والشعب دائما وأبدا تو أوتار، يعني سيقول كلمته وسينتصر، وستنتصر إرادة الشعب، وسيكون هناك يعني حكم يسود فيه الشعب نفسه ويختار من يسوسه ويدير شأنه العام. وإدارة الشأن العام الآن هو مفهوم بدأ يترسخ بعد 3 سنوات من الثورة، وثقافة إدارة الشأن العام والاهتمام بالشأن العام بدأت الآن ترجع إلى التونسي، وإن شاء الله نبني جيل متشبع بهذه الثقافة، ثقافة العطاء، ثقافة التفكير والتجرد للشأن العام ولخدمة الصالح العام وصالح المجموعة. ما هي حصيلة النجاحات التي تسجلونها فيما يخص الفترة التي مضت منذ 14 جانفي؟ وما هي التحديات التي لا زالت تواجه التونسيين حتى ينجحوا في بناء الديمقراطية؟ النجاحات يعني أنه تعلمنا الكثير، وتم تطعيمنا ضد الهزات اللي ممكن تهز أي مسار انتقال ديمقراطي. يعني اليوم تعلمنا من دروس، وتعلمنا بطريقة صعبة جدا ومؤلمة. أنا أرى أنه أهم إنجاز أنه التونسي يتعلم كيف يتعامل مع الصدمة، كيف يتعامل مع الاختيار السياسي. وسائل الإعلام تاعنا قاعدة تتعلم، النخبة السياسية قاعدة تتعلم كيف تتحاور مع بعضها. أهم إنجاز حققناه بعد 3 سنوات من الثورة الحوار، أنه عرفنا كيفاش نتحاور مع بعضنا، عرفنا كيفاش نتنازلوا لبعضنا من أجل المصلحة الوطنية، عرفنا كيفاش نتوافقوا وقت يلزم التوافق، ونتحاول تحت قبة التأسيسي. صحيح يعني كانت سنوات التعلم، هذه سنوات طويلة، والأشهر هذه أشهر طويلة، لكن بدينا نتعلم كذلك، وتعلمنا كيفية التعامل مع الإرهاب في جو ديمقراطي، لأنه قبل الإرهاب كان يضرب تونس. الإرهاب ماهوش جديد على تونس، ماهوش جديد على أي دولة، لكن اليوم في جو الحرية والانفتاح الإعلامي تعلمنا كيفاش نتعامل مع الإرهاب، كيفاش نتفاعل مع نتائج المؤلمة وضحاياه اللي تسقط. الاختيار السياسي كما قلت لك تعلمنا كيفاش نتعامل معاه، وكيفاش نتقبلوه، وكيفاش نعالجوه، وكيفاش ناخذ الصدمة الأولى متاعه، وكيفاش نتعامل معاه، لأنه احنا ما كناش متعودين على هذا الشيء من قبل. لكن بصفة عامة يعني الشيء الإيجابي أنه الفاتورة رغم ما يظهر في أنه فاتحة، في أنه فقدنا سياسيين 2
وفقدنا عدة جنود والله يرحمهم وعدة أبناء من الحرس الأمن والأمن الوطني، إلا أنه يعني الفاتورة الاقتصادية زاد، دفعنا فاتورة اقتصادية اليوم عندنا معناها تضخم شوية، عندنا عجز في الميزان التجاري، ارتباك في الإنتاج في الموارد، بعض الموارد الطبيعية متاعنا كما الفوسفات. لكن عندما يقيم البيلون كامل نقول أنه فاتورة الحرية ومهر هذه الحرية كان مهر مقارنة مع دول عاشت انتقال ديمقراطي كيفنا، سواء في الشرق أو في الغرب، سواء في شرق أوروبا أو في جنوب أفريقيا أو في جنوب أمريكا اللاتينية أو في الشرق الأقصى. اليوم فاتورة تونس ستكون ربما من أقل الفواتير ثمنا وأقل المهور التي دفعت للحرية، وبالتالي يعني رأى أنه إن شاء الله يعني مع الحكومة الجاية ومع الآن ستتوج الآخر حكومة، هذه سيتوج عملها بانتخابات وفي عهدها سيكون انتخابات حرة ونزيهة، نأمل أن تتسم فترتها بالاستقرار الأمني والاستقرار السياسي والاستقرار على مستوى عجلة الإنتاج ورجوع عجلة الإنتاج للدوران كما كانت قبله أحسن. نتوقع أنه ستكون تونس دولة ديمقراطية حرة، شعبها يختار من يسوسه بكل حرية وبكل شفافية وكل ديمقراطية، وتكون الفاتورة ربما أقل الفواتير التي دفعت وأقل الإثمان تكلفة التي دفعت في سبيل هذه الديمقراطية التي حلموا بها في تونس أجيال وأجيال، حتى أن قال أحدهم هرمنا من أجل هذه اللحظة في يوم 14 جون في 2011، وكانت مقولة شهيرة. يعني اليوم فما ناس ماتت تحت التعذيب، فما ناس ماتت في السجون، فما ناس خرجت من السجون وماتت وما شافتش تونس على الخط السريع نحو ديمقراطية معناها حقيقية. نتوقع أنه اليوم هذا هو أهم الإنجازات اللي تحققت، ونأمل في إنجازات أخرى إن شاء الله في 2014 نفاجئ بها العالم، نكون قدوة ومثال يحتذى به في الدول التي تطمح إلى الانعتاق من الديكتاتورية والدول التي تطمح إلى العيش في حرية، وفي نفس الوقت حرية يتبعها تنمية مستدامة، يتبعها كرامة، أي كرامة عيش لكل الفئات في الشعب ولكل الجهات، والتوزيع عادل للثروة. هذا الآن اللي نطمح له، هذا الآن اللي نتمناه أنه نحققه باش نلتحقوا بركب الدول المتقدمة، ركب الدول الحرة، ركب الدول اللي تستطيع أنه تسير شأنها العام بحرفية عالية وفي نفس الوقت بشفافية مطلوبة، حتى أنه لا يلوم لائم ولا يحكي شخص يصطاد في الماء العكر، وتكون الأمور كلها في إطار الدولة المفتوحة والحكومة المفتوحة على شعبها، والتي تريد أن شعبها يحاسبها وهي يتسع صدرها لكي أن شعبها يحاسبها الحساب كما ينبغي، وتكون هي مش خايفة ولا عندها شيء تخبيه ولا عندها فساد تحاول أن تداري. هل تترجم الدستور التونسي الجديد أشواق التونسيين، وهل يعكس نضالاتهم للقطع مع الاستبداد؟ يعني في مستوى الانتظار. هو الدستور الآن هو ليس نص مجرد، الذي يهم هو تطبيق هذا النص واحترام بنوده واحترام الروح متاعه واحترام الوقت اللي كتب فيه والناس اللي ضحات من أجله. أنا رأى أنه كان عندنا دساتير الدستور، بورقيبة كان جيد، ثم جاء بن علي وحرفه، الكثير من بنوده في جيدة، لكن عند التطبيق تم الالتفاف حولها وتم معناها التعامل معها بكل ما يعبر عنه بكلمة نذالة يعني، ونزلت فيه الانتربريتاسيون والتأويل والتبرير إلى الحضيض.
الآن ما حوجنا إلى أنه الدستور بتاعنا دستور جيد أجمع عليه كل الخبراء في العالم، حتى المسودة الأولى والثانية والثالثة، والآن المسودة التي تناقش وأقر منها تقريبا 41 فصل. هو دستور جيد في المجمل، يرتفع إلى طموحات كل من يؤمن بالحرية، يؤمن بالكرامة الوطنية، يؤمن بتكافؤ الفرص، يؤمن بمعناها الشفافية المطلقة في إدارة الشأن العام وإدارة الذات. دستور معناها متوازن، كل تونسي يلقى فيه روحه نتوقع، إلا طبعا من شذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. هناك تطرف على اليمين وعلى اليسار، هناك من لا يؤمن بمدنية الدولة ويريد دولة بمفهومه هي دولة ثيوقراطية، هذا لا يجد نفسه في هذا الدستور. وهناك من يريد كذلك دولة دستور لدولة تعادي الدين، دولة لائكية، دولة تجتث الدين من الصدور ومن القلوب ومن العقول، وتكون دولة كذلك مسيطرة على اقتصاد البلاد بطريقة تخنق فيها المبادرة الخاصة وتخنق فيها كل ما هو معناها بعد بعث المشاريع والملكية الخاصة. هذول طبعا يظلوا من الشاذين على اليمين وعلى اليسار، لكن نجم نقول لك أن هذا الدستور يمثل 90% من الشعب التونسي يجد نفسه في هذا الدستور، ويجد أن هذا الدستور يحمي حقوقه ويحمي مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. وإن شاء الله هذا الدستور لن يمس ولن يعدل لعقود للأمام، وحتى لا يكون هذا الدستور العوبة في يد كل من يأتي وكل برلمان يأتي وكل مجلس الشعب يأتي. إن شاء الله نقول أنه عندنا دستور سيستقر لفترة كبيرة. طبعا التجاذبات الآن حول بعض الفصول في هذا الدستور اللي تمس حرية التعبير، هل حرية التعبير تقف عند حرية المس بالمقدسات؟ ما هي المقدسات؟ حرية الضمير ومفهوم حرية الضمير والتأويل، الدولة هي حامية للدين، والدولة هي هذا الموضوع، كيف ستحمي الدولة الدين؟ هي الدولة دينها الإسلام، وبالتالي كيف ستتعامل مع هذا الدين الذي هو دين الشعب ودين الدولة، وكيف ستحميه هذه الدولة عبر قوانين وتشريعات؟ هذا ما نريد أن نراه في تفصيل القوانين التي تستوحي معناها تفسيرها من الدستور. ختاما، كيف ترون مآلات ومستقبل الثورة في تونس والعالم العربي؟ والله بنظرة تفاؤلية أقدر أقول أنه هناك مبدأ أن الحرية ستنتصر على الدكتاتورية في العالم، وهناك طال الزمن أم قصر، هناك مبدأ أن الظلم لن يعني يكون هو السائد، يعني لازم أن الحق في يوم من الأيام يبرز على السطح وينتصر طال الزمن أم قصر. وما حدث اليوم في تونس أو في مصر أو في سوريا أو في ليبيا، نأخذ مثال قذافي حكم أكثر من 40 عام بالحديد والنار، أين هو اليوم؟ يعني 40 عام قد تكون طويلة، لكن جاء اليوم الذي رأينا فيه القذافي يعني يأخذ جزاءه، ومثل ما فعل ونكل وذبح وعذب وقتل، يعني رأينا أن الشعب يحاسبه، وإن كان نهايته كانت نهاية مؤلمة، كان مفروض أنه يحاكم ويعطى حقه في محاكمة عادلة ويلقى جزاءه المحتوم،
إلا أنه طبعا الظروف والثورة ويعني كان، وبالتالي اليوم يعني لكل ظالم يوم، هذه مبادئ كونية، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولا بد لليل أن ينجلي، يعني هذه قوانين كونية ونواميس الكون. يبقى الآن قراءاتنا، يعني هل الآن نحن في أفضل الظروف لإرساء دعائم الحرية في المنطقة العربية والإسلامية وبناء يعني الدول الإسلامية القوية التي تقف وتستند إلى شرعية شعبية حقيقية، أم أنه إحنا ما زلنا سنعيش في عهد الحكم العضود والحكم الجبري؟ ويعني أرى أنه إحنا بدينا في أول الطريق، وأول الطريق يبدأ بخطوة، وقطعنا خطوات، ولا سبيل إلى أن نرجع إلى الوراء، ولا سبيل أن نقايض بالحرية مقابل الأمن والعيش في أمن. يعني هذا ولى العهد وانقضى. أنا أرى أنه هناك جيوب تريد، وجيوب للردة تريد أن تجرنا إلى الوراء، تريد أن تجرنا إلى المربع الأول، لكن نقول أنه لن يفلحوا. وإن شاء الله هذه الثورات هي بشبابها، وما نراه في مصر بعد التقتيل اليوم اللي صار في مصر في رابعة وفي ميدان النهضة، وما يتلوه الآن من قتل وتنكيل بالشرفاء في مصر، تشيب منه الولدان، وييأس منه كل حالم وكل إنسان يعني عنده شوية أمل. لكن فاجأنا الشعب المصري بأنه مازال رغم التنكيل، رغم الضحايا، رغم الحرق، رغم 4000 شهيد، هذا لم يفعله لا عبد الناصر في زمن في أوجه، ولا عمرو السادات في أوجه، ولا عمرو حسني مبارك في أوجه. اليوم الذي تشهد الساحة المصرية من حراك سياسي وحراك شعبي صراحة دليل على أنه نرجع لمقولة أبو القاسم الشابي، لا بد للقيد أن ينكسر مهما طال الزمن. وبالتالي الشعب المصري بدأ ركب في موجة ذاق الحرية لمدة عام، الآن يريدون أن يرجعوه إلى القفص، يريدون أن يدجنوه، يريدون أن يروضوه مرة أخرى لكي يأتي عسكري ويحكمه بالحديد والنار. تكميم الأفواه رجع لمصر، الضغط على الإعلام رجع في مصر، السجون تعبات في مصر، التنكيل والتعذيب رجع في مصر. يعني هل هذا اليوم من يريدون أن يرجعوا الديكتاتورية مستعدين أن يأخذوا المخاطرة هذه ويحاولوا المحاولة على الطريقة المصرية؟ لا أظن. في تونس هذا ممكن أن يحدث، وفي الأخير في مصر أنا أملي كبير في أنه ستنتصر الثورة الحقيقية، ثورة الشعب المصري، وسيحقق أمنياته. اليوم أنا جاي من أمام السفارة المصرية، اليوم هو يوم التصديق على الدستور، السفارة المصرية أمامها فاضي، ليس هناك أحد جاي يحاول هذا الدستور المهزلة اللي عملوه. ونفس السفارات أمس في كثير من الدول بدأ التصويت على هذا الدستور، هي أقفلت أبوابها ولم تستقبل أي شخص من المواطنين. فهذا اليوم يعني دليل على أنه في الأخير الشعب واعي، والشعب العربي والشعب المسلم واعي، ونحن جزء من الأمة العربية والإسلامية، وسنظل جزء، وسنظل دائما نعطي المثال. وثورتنا هي كانت أول ثورة تنطلق في الربيع العربي، وأنا متفائل بهذا الربيع العربي، رغم يا أخي ما نقول لك أنه يمكرون مكر الليل والنهار، ويكيدون كيد الليل والنهار، والمؤامرات، وأنا يعني أحاول أن أنأى بنفسي عن نظرية المؤامرة، لكن عندما أحلل أنك ترى المؤامرات تحاك لتغليب معناها وإرجاع الديكتاتورية وترويض هذا الشعب مرة أخرى في مكياج يسميه ديمقراطية على نمط معين يرضي أصحاب النفوذ، سواء أصحاب النفوذ اللي في الداخل أو أصحاب النفوذ اللي في الخارج. ونريد أن نبني مشروعا وطنيا، ونتمنى أن هذا المشروع الوطني الآن بذرنا البذرة الأولى فيه، وأن إن شاء الله سيحين قطافه إن شاء الله بعد أولادنا وأولاد أولادنا، ويتمتعوا به، وهو كالزيتونة
المباركة معناها أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، سوف تؤتي هذه الحرية وثمرة الحرية التي بذرناها الآن وزرعناها، سوف تأتي أكلها بعد 10 15 20 عام، وسوف ينعم إن شاء الله كل التونسيين، وهذا هو أملنا. ولولا الأمل لما استطاب العيش، ولولا الحرص على أنه يعم الخير في هذه البلاد وكل بلاد المغرب العربي وكل بلاد العرب والمسلمين لما استطابت العيش في هذه الربوع، ولبحث الإنسان عن أرض وأرض الله واسعة، إلا أنه دائما يحدون الأمل، وإن شاء الله الأمل كبير بإذن الله. شكرا لك أستاذ، عايش، بارك الله فيك، أمتعتنا بهذا الحوار. شكرا لك، بارك الله فيك.